طب نتنقل بقى للمنصة تاني وعايزين هنسمع بقى ابو التويتر وابو التصوير الفوتوغرافي الرفيق حسام الحملاوي وابو طلعه. لا انا عارف هو بيقول كده عشان بقنعه اليومين دول، بحاول اكبره ونشوف هدخله على النت اكتر من كده شويه. وطبعا انا بتشرف ان انا ابو طلعت بيه رفيق طلعت حبيبي. طيب هلا موجود هنا والله يا جماعه انا فعلا مش عارف ازاي هخش مركز دراسات الاشتراكيه في الجيزه بعد ما جيت هنا النهارده وشفت كل الحاجات الحلوه دي فعلا، لان احنا محتاجين اعاره يمكن للمجموعه بقى شويه يجوا القاهره يساعدونا شويه في المهمه. انا يعني بحكم كوني من الناس اللي دخلت الحركه في اواخر التسعينات، يعني انا دخلت الاشتراكيين الثوريين في 98، اكيد النهارده ده يوم خاص جدا بالنسبه لي ويوم خاص جدا بالنسبه اكيد برضو لكل الرفاق القدامى اللي اسسوا المنظمه دي واللي حاربوا في اوقات ونضلوا في اوقات كانت كلها جفاف في الاخر. انا فاكر في سنه 99 تقريبا كنا يعني عايزين نبدا نطبع بعض الكتيبات والاصدارات عن التراث الماركسي، فالناس بدات تتكلم طب ما نعمل حاجه اسمها مركز دراسات الاشتراكيه، وكان مركز دراسات الاشتراكيه موجود بس كان يعني هو موجود كاسم لكن فقط هو كان موجود بالفعل كبعض الكتب وبعض الاصدارات اللي احنا كنا بننفع او نقدر ان احنا نصدرها وعليها مركز دراسات الاشتراكيه. بعديها مثلا اللي هو فتره عرفنا ناخد اللي هي كانت الاوضتين الصغيرتين كانوا في امبابه كان بولاق في الاول، وبعد كده قمنا رايحين على سبعة شارع مراد في الجيزه. ان الاسبوع اللي فات ان انا اكون موجود في المنصوره بنفتتح المقر بتاعنا، وبعد كده الاسبوع اللي بعديه ان انا ابقى موجود هنا في الاسكندريه، وان شاء الله في الشهور الجايه هيبقى في مقرات تانية احنا بنستهدف فتحها في محافظات تانية. فيعني انا مش قادر اوصف لكم انا يعني على المستوى الشخصي قد ايه اليوم ده يعتبر يوم عظيم بالنسبه لي. انتوا يعني يمكن الشباب اللي هنا يعني شباب جه فعلا في وقت فيه صحوه لليسار مقارنه بالتسعينيات، طبعا يمكن انتوا جيتوا في وقت فيه مد ثوري وفي حركه، لكن اكيد الناس القديمه اللي زي حالاتي اللي احنا كنا بنعمل مظاهره من 3 ونطلع نجري اللي هو بعديه عشان عارفين ان يعني حجم الحركه في الشارع ما كانش مساعد خالص على الاطلاق، او ان احنا كنا نحس بانجاز ان ده في كتيب عرفنا ان احنا نطبعه وننزله، اكيد اليوم ده بالنسبه لنا يوم يعني لا يمكن وصفه يعني. لكن انا عايز اكد على كام حاجه. وجودكم وتاسيسكم لمجموعه هنا في اسكندريه وفي نفس الوقت وجود مقر هنا في اسكندريه دي حاجه مهمه جدا 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 لكسر المركزية بتاعت نقل الأخبار والتسليط الضوء على الأخبار وبتاعت الحركة فقط في القاهرة. يعني أنا في خلال فقط الساعتين اللي فاتوا دول من قعدتي هنا مع بعض زملائكم الطلبة أنا قاعد يحكولي على كمية بلاوي وقمع و حاجات بتحصل في ساحات الجامعات، وحاجات حتى بتحصل لزملائنا ورفاقنا في اليسار بشكل عام وفي الاشتراكين الثوريين. وأقسم لكم بالله إن فعلا يعني نص الأخبار دي أو حتى 90% منها ساعات ما بيوصلش القاهرة، احنا حتى ما بنسمعش منه. المصيبه هنا ان الاعلام التقليدي بشكل عام دايما بيركز على القاهره، ومش حتى مركز على القاهره بشكل عام، يعني هو بيركز بس على ميدان التحرير، فممكن يبقى فيه اضرابات شغاله في كل مصانع القاهره والجيزه وفي المصانع الحكوميه، لكن في نفس الوقت الاعلام مركز الكاميرات كلها مركزه على التحرير، النشطاء حشدوا كام في التحرير، دعينا المليونيه و200 واحد بس اللي ظهروا يبقى الثوره فشلت او الثوره تتراجع، في حين في نفس الوقت ممكن يبقى 3/4 مليون عامل مضربين في نفس الوقت اللي احنا بنحاول نعبق فيه المليونيات او مظاهرات ما بتجذبش انتباه الناس او اهتمامهم بشكل عام. انتم لازم تكونوا عين والقلب النابض بتاع الثوره في الشمال، بمعنى ان يا جماعه انا عشان خاطر ان انا اعرف اخبار الحركه العماليه وايه اللي بيحصل في الاحتجاجات الطلابيه هنا في اسكندريه، انا ما ينفعش ان انا اجري على جورنال الشروق واعرف ان هو اخبار الحركه هنا في مصر، مع كامل احترامي طبعا لزملائنا كلنا اللي موجودين في الشروق، ما ينفعش ان انا اجري على مصر اليوم عشان خاطر ان انا اعرف اخباركم انتوا في الاخر، مع ان طبعا حبايبنا كلنا في مصر اليوم اللي هو كتير. انا اللي يهمني
ان اخبار الحركه في الاسكندريه واخبار مش الحركه بمعنى حركه الاشتراكيين الثوريين، يعني بمعنى الحركه الثوريه، بمعنى ايه اللي بيحصل في الشارع، بمعنى احتجاجات، اضرابات عماليه، تظاهرات في احياء، تظاهرات في ساحات الجامعات. انا نفسي المجموعه هنا في اسكندريه تبقى هي مصدر الاخبار الاساسي عن الموضوع ده. بس القصه دي مش تحدي اعلامي، يعني ما انت ممكن تقعد على تويتر، ممكن تقعد على فيسبوك وتقعد تعمل كوبي وبيست وتنقل على طول ده قص ولزق، وقاعد بتنقل وقاعد بتنقل تقارير. لكن لا، التقارير دي لازم تيجي منكم. فمعنى ان التقارير لازم تيجي منكم ان انتوا لازم تنزلوا تشتبكوا بكل بساطه. فبالتالي انا لو جاي لي تقرير اللي هو من طلعت حواليه مثلا اضراب في مصنع معين، يبقى انا اعرف المفروض نظريا ان طلعت يكون راح هناك، حاول يتكلم، حاول يشتبك، حاول يعني بيشتبك معاهم لو في الاخر. الحمد لله، طمنتني. فاللي انتوا بتعملوه هنا النهارده في اسكندريه ده شيء مهم جدا 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 بالنسبه لنا في القاهره وبالنسبه للثوره بشكل عام. وده اللي احنا بنحاول ان احنا نعيد نفس النموذج ده، ان احنا بنحاول نكرره سواء في المنصوره او سواء ان شاء الله مستهدفين في القريب العاجل يبقى في الفيوم، يبقى كمان في كل محافظه في مصر، وحتى مش بس في كل محافظه في مصر، ان لو نقدر ان يبقى الاشتراكيين الثوريين تواجد في كل حي وكل شارع في مصر هنقدر نعملها. انا متاكد ان دي مش هتبقى اخر زياره ليا هنا في اسكندريه ولا برضو للزملاء، وانا بتمنى لكم كل التوفيق وفي انتظار التقارير منكم. ده اللي اقدر اقول في الاخر. شكرا جزيلا.